عهدنا ويا اخواننا واتفاقنا وياهم كشركاء بالبلد انه هذا القانون يمضي للافراج عن الابرياء. اكو ناس صار لها 6 سنين وسبع سنين وثمان سنين بالسجن وهو بريء. وحكمه 15، بعد 4 سنين 5 يطلع، راح يطلع حاقد علينا وحاقد عليكم وحاقد على الدوله ويقول لك انا بريء انا ما مسوي شيء. واخذته من عمره 15 سنه. فهذا الموضوع الله يشهد متابعيه وما تاركي. اكو من يتحدث انه ليش ما يعني تم اقراره قبل الانتخابات المحليه. الاجواء اللي في حينها كانت اجواء انتخابيه، من يطلع واحد من ربعنا ومن المحسوبين علينا يقول راح امشي القانون هذا مال عفو، وثاني يوم يقول راح امشي عين تضحك وعين تبكي، واخر يقول امشي غصب عنهم، يرد للاخر من ذيك الصفحه يقول له ما دام انت طلبت ما راح امشي او ما يمشي. صار قانون مزايق، قانون تصعيد انتخابي. احنا ما نريد، هذا قانون اخلاقي مو قانون انتخابي، هاي التزام وأمانة. فبدل ما يصير مزايق وهذا مو صحيح، نفسهم اللي كانوا يقولون راح نمشي هذا القانون قبل الانتخابات ما لحس وراها. احنا ما نريد شعارات انتخابيه، وانا طلبت منه، هذا اللي يحكي هو يعرف انا اقصده، طلبت منه وترجيته، قلت له ممكن ما تطالق على الاخرين حتى ما تعطيهم حجه يبطلون؟